بعدا من بعد ما جاو الإخوة اللي صفتهم باهم يعقوب عليه السلام، جاو الإخوة لعند يوسف عليه السلام وقالوا له: وجئنا ببضاعة مزجاة، وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. وقالوا له: مسنا وأهلنا الضر، راه تضرينا. وشافهم أنهم انكسروا وصافي تأدبوا، هنايا بيقول لهم الحقيقة ديالو أنه هو راه خوهم خوهم. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ واش عاقلين؟ اش اللي كنتو درتو في واحد خوكم سميتو يوسف؟ راه قال لهم: واش عقلتو في اش درتو في واحد خوكم سميتو يوسف؟ وما شكوش أنه هو راه يوسف عليه السلام في الأول، ما شكوش. يعني هذه هو الجواب ديال ديك الآية، فاش يقول الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام، تقول له راه با تجي واحد لقيطه عادي تقول لهم هذا الشيء اللي درتو، اللي كنتو درتو لخوكم، وما عاديش يعيقوا بك. وفي نفس الوقت المعنى ديالها حتى راه ما عاديش يعرفوك، وهما اصلا فاش دخلوا لعند يوسف ما عرفوش. قال: هل علمتم، واش عقلتوا ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون؟ يوسف ضربتوه رميتو في البئر ربعتوه، وخوه بقيتو تتكرفصوا عليه كل مره وتتعداو عليه وحقرتوا عليه. اذا انتم جاهلون، عقلتوا اذا انتم جاهلون، اذا انتم ما كانش عندكم العقل مزيان، ما كانش عندكم رجاحات العقل مزيان. هذا هو المقصود ديال اذا انتم جاهلون. دروك انتم فهمتوا وعرفتوا قيمه الاخوه وقيمه المحبه وقيمه ان الخوا حداد الدنيا، اما الاخره يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. عاد فاش تهضر معاهم، عاد فاش اللي قالوا ليه: وقيل، قالوا: أئنك لأنت يوسف. باقي شاكين هما واش هذا يوسف ولا لا. أئنك لأنت يوسف، بحال إلا أنت يا وقيل أنت يا هو يوسف. قال لهم آه، إذا هنايا قال لهم إيه، عاد فاش اللي تأكدت لهم أنه هو راه يوسف. قالوا: أئنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف. وهذا أخي اللي واقف حدايا شتوه لابس مزيان، فجيتو عاوتاني رجعتو قلتو راه غادي تلقاوه لابس حوايج مقطعين وتتكرفصوا عليه، حتى تفاجئتو بانه لابس اللباس ديال الامراء. ايوا شتي، راه الله سبحانه وتعالى كرمنا بجوجنا، حنايا اللي كنتو حاقرين علينا، وحنا اللي كنتو مطيحين لينا من القيمه ديالنا، وكل مره تتخاصموا علينا، تسبونا مره، تضربونا مره، ما تتحسدونا. ها هو الله سبحانه وتعالى عطى لنا واحد القيمه كبيره. قال: أنا يوسف، فيه أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا. أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. من بمعنى وهب وأعطى وتفضل الله سبحانه وتعالى علينا. قد من الله علينا، وشنو هو السبب؟ السبب وهو إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بغيتي ان الله سبحانه وتعالى يمن عليك تنتيا وتنتيا تفضل عليك الله سبحانه وتعالى ويديرك في قيمه، تكون زوينه بين الناس وفي الدنيا، كن من المحسنين. وشحال من مره شرحنا شنقصدوا بالاحسان، وهو ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فهو يراك، هو يراك. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحوها. اتق الله حيثما كنت، فيما كنت اتق الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل اهون الناظرين اليك هو الله سبحانه وتعالى. اذا قال لهم الله، قال لهم يوسف عليه السلام: ايه انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا، انه من يتقي ويصبر. اتق الله، اصبر عادي، الله سبحانه وتعالى ما عادش يضيع لك الاجر ديالك. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وبالمناسبه قرا مزيان وراجعتي مزيان، ايه غادي تجيب معدل مزيان، الله ما عادش يضيع لك هذاك الجهد ديالك. راه تيقول لنا الله سبحانه وتعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين والمؤمنون. وبالتالي اش اللي خصك تدير؟ تختص بالتقوى وبالصبر، اللي هما بجوجهم توليو تجرك الاحسان، عادي الله سبحانه وتعالى يتفضل عليك، ودائما هو عادي يخيرك انت على جميع الناس. قالوا لي الاخوه:
قالوا تالله، قالوا لي والله لا، الا فضلك الله علينا، واخا حتى حنا طلع طارفوا اننا حنا راه درنا معاك الشر، درنا معاك الخيب، ولكن طلع طارفوا انك اننا حنا راه درنا معاك فيك الشر، وراه الله راه فضلك علينا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، آثرك بمعنى فضلك الله سبحانه وتعالى علينا. وهو علاش تقول لي هذه الهضره؟ يعني يوسف عليه السلام علاش تقول لي قالوا تالله لقد آثرك الله علينا؟ واش النبوه جات بالقرايه؟ واش النبوه جات بالدعاء؟ قالت تتعيا ولا تدعي تتعيا، راه النبوه الله سبحانه وتعالى، راه الله هو اللي تيسي، هو اللي تختار، هو اللي تصطفي. يعني علاش تقول لي انتم الاخوه قالوا تالله لقد فضلك آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين؟ واخا حتى حنا تنعترف لك، ولكن راه الله فضلك علينا. اش بيقول لهم يوسف عليه السلام؟ راه داك الشيء من عند الله سبحانه وتعالى، ما فهمتوش انتم مزيان؟ راه الله سبحانه وتعالى هو اللي تيستي، ماشي حنا اللي تنستيو. وهذا داخل في القضاء والقدر، وخصنا نامنوا بالقضاء والقدر. يعني اصلا هذيك الهضره ما خصكم كاع تقولوها ليه، يعني آثرك الله وفضلك الله علينا، امنوا بالقضاء والقدر ان الله باغي، هو ماشي باغي حتى واحد فيكم. داك الشيء علاش اللي يوسف عليه السلام من قالوا ليه قالوا تالله لقد آثرك وفضلك علينا، شاف راسه انهم بالفعل الله سبحانه وتعالى راه فضلوا عليهم، ودائما الله سبحانه وتعالى كاين معاه. ولكن هذا في نفس الوقت راه ماشي امر خايب بالنسبه للاخوه. حتى الاخوه راه الحمد لله راه وصفت لهم اخوهم نبي وباهم نبي، شكون بحالهم؟ باهم نبي وخوهم نبي، وتوريو لهم الطريق ديال اش ديال الجنه. داكشي علاش اللي منين قالوا لي الاخوه هنايا لقد اثرك فضلك الله علينا، قال لهم صافي الله المسامحه، ماشي مشكل، المسامحه مسامحه، هاني سمحت لكم. قال لا تثريب، لا تثريب بمعنى لا لوم ولا عتاب، ما عادش نلومكم وما عادش نعاتبكم. يلا والمجد كونوا شامة، واحفظوا دينا وأوطان الشيم، في محياكم براءة السنين، حبكم في كل قلب كالهرم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، اي فضلني الله سبحانه وتعالى، وتا انا راه عادي، ما عادي كاع انايا نتخاصم معكم في انكم ضربتوني ورميتوني في البير، وانكم بعتوني الواحد اللي جابني هنايا ما عرفت راسي فين عادي نجي. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم ولا عتاب، يغفر الله لكم مباشره، اسمح لهم اللي هو العفو، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. الله ارحم الراحمين، ارحم مني ياك انا يا سمحت لكم دابا، راه الله عادي يسمح لكم، الله راه مسامح كريم اكثر مني انا، وهو ارحم الرحيم، ارحم الراحمين. هو حيد القميص ديالو، حيد يوسف عليه السلام القميص ديالو، هو يعطيه لمن؟ عطاه لواحد من الاخوه باش يديه لمن؟ باش يديه للاب ديالو. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، باش يرجع عليه البصر ديالو، ديه ويجي واحد من الإخوة ويقول ليه، قال لي أنا اللي بغيت نديه البشير باش يبشر، بغى يبشر الأب ديالو. واحد من الإخوة هو اللي شد القميص ديال يوسف عليه السلام وداه تيجري لعند باه باش يبشرو بأن يوسف راه لقيناه وراه على قيد الحياة. وكاينين بعض المفسرين اللي تيقولوا لنا
ان هذا اللي بغى يبشر، اللي بغى يبشر الاب ديالو بان يوسف حي، هو اللي كان دار القميص ديال يوسف ملطخ بالدم، داه للاب وقال ليه راه الذئب راه اكل يوسف. ولربما انه هو نفسه الاخ الاكبر اللي بدا تخاصم عليهم وبدا تيقول لهم ومن قبل ما فرطتم في يوسف واخيه. اذا اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا، عاد يجي عاد يرجع ليه البصر ديالو وعاد يجي لعندي لمصر يقول لي راه تيقول لك يوسف عليه السلام جاو بصفه نهائيه واستقروا في مصر. واش هذا تعني ان شي واحد من الابناء او شي واحد من الناس في مصر راه عاد يكون من الاحفاد ديال يعقوب؟ اه ممكن، ماشي ممكن، اكيد عاد يكون شي واحد من الاحفاد ديال من ديال يعقوب عليه السلام وديال الابناء الاسباط ديال يوسف عليه السلام، الاخوه ديال يوسف عليه السلام. داكشي علاش مصر ومن هاد المنبر تنوجه لهم واحد التحيه كبيره وتنقول لهم تبارك الله عليكم والله يحفظكم والله يجعلكم دائما ان شاء الله في الصراط المستقيم ان شاء الله، والله ييسر لكم وييسر لنا جميعا ويحفظ جميع الامه الاسلاميه. اذا اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين، جيو كاملين انتم استقروا بصفه نهائيه في مصر، واتوني باهلكم اجمعين كاملين. ولما فصلت العير، اشنا هي فصلت العير؟ راه بغيت نسولك من بعد. فصلت العير بمعنى ان ديك القافله اللي الناس راكبين على الجمال، وعلاش تيركبوا على الجمال؟ حيت الجمال هو اللي تيصبر واللي ممكن يصبر على هذه المسافه الطويله من دوله لدوله اخرى. فصلت العير بمعنى خرجت من حدود مصر ودخلت في اراضي ودخلت في حدود الشام. فصلت العير خرجت من حدود مصر ودخلت في حدود الشام. فلما فصلت العير الاب ديال يوسف عليه السلام كبحال الا حس جاتو الريحه ديال يوسف عليه السلام راه كبحال الا تقرب ليه. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف. وطلقوا الحمد لله، طلقوا سبحان الله العظيم. بزاف ديال الامهات تتحس تقول لك ولدي واقيلا واقع عليه شي حاجه، ولدي راه عنده خاصو شي حاجه، وولدي دروكا راه ربما انه كان في شي مازق وكاين، سبحان الله العظيم تتحس. ونفسه ها هو الاحساس ديال يعقوب عليه السلام اللي قال لهذوك الافراد ديال الاسره معاه اللي كاينين معاه، دوك العيالات اللي كاينين معاه ودوك الابناء الصغار اللي كاينين معاه، قال لهم ولما فصلت له قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. تفندون بمعنى تكذبون، تفندون تكذبون. هما ما عندهمش تجربه وما عندهمش حكمه، وقالوا تالله عاوتاني قالوا والله انك لفي ضلالك القديم. باقي في ديك الافكار ديالك القديمه ان يوسف راه ما ماتش، راه مات. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. فلما ان جاء البشير، شكون هو هذا اللي جا سميتو البشير؟ واحد من الابناء، ذاك الابن اللي هز القميص ديال يوسف وجايب يبشر الاب ديالو بان يوسف راه لقي له راه على قيد الحياه، سميناه بالبشير حيت بيجيب واحد البشره لباه يعقوب عليه السلام. فلما ان جاء البشير القى القميص القاه على وجه على وجهه فارتد بصيرا، هو يرجع ليه البصر ديالو. قال ألم أقل لكم، قال لهم يعقوب عليه السلام يا قالت لكم، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يا قلت لكم أنني أعلم من الله ما لا تعلمون. عرف أن يوسف ما عادش يكون مات، حيت راه قبل منها في الرؤيا، قبل من هذا الشيء كامل في الرؤيا، والله سبحانه وتعالى تبشروا أنه راه بيكون عنده واحد المقام كبير، واحد القيمه كبيره، واحد المنصب كبير لدرجه ان الاخوه ديالو وتا حنايا بيكون عنده فضل علينا لدرجه اننا غادي نسجدوا ليه.
في العلا والمجد كونوا شامة، واحفظوا دينا وأوطان الشيم، في محياكم براءة السنين، حبكم في كل قلب كالهرم. وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. تطلبوا بهم أنه اسمح لهم. قال سوف، ماشي دابا، سوف. وهنا يأتي بيننا الفرق بين الأخ اللي هو أخ ديالهم وفي نفس الوقت اسمح لهم دغيا، حيث هو ما عنده عليهم حتى شي سلطان. أما الأب يعقوب عليه السلام راه هو تيبقى اب، خصو يادبهم، خصو يربيهم، داكشي علاش اللي قال لهم عادي ان شاء الله، عادي من بعد حتى من بعد وعادي نسمح لكم، خلي الضمير ديالكم يانمكم دروك على ديك الفقصه اللي فقصتوني في هذيك السنين كلها، السنين كلها. داكشي علاش قال لهم سوف استغفر لكم ربي، ماشي دابا، سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. المهم في الاخر راه عادي يسمح لهم، ان ربي هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف، كلهم جاوا لمصر، كلهم جاوا ودخلوا على يوسف. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أبويه اللي هو باه وخالته ماشي أمه، حيث يوسف عليه السلام كبر يتيم الأم. آوى إليه أبواه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله. قال لهم يوسف عليه السلام دخلوا بصفة نهائية في مصر، مصر، واستقروا بصفة نهائية في مصر، وقالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش، بدي الأبوي دياله اللي هو اللي هما يعقوب عليه السلام وخالته، وجاي فرحان توري لهم الخدمة والمنصب اللي وصل له. إذن كي تلاحظوا راه حتى نتوما راه ملي تتوصلوا لواحد الخدمه تتكونوا فرحانين لدرجه شي بعض المرات تديروا كاع شي حفله نتوما والديكم، انك وصلتي للخدمه اللي نتايا كنت تتحلم بها، تتبشر وتتفرح وتفرحوا معاك حتى والديك بهذيك الخدمه اللي نتايا وصلتي ليها. كذلك هنا الاب يعقوب عليه السلام وخالته راه فرحانين مع يوسف عليه السلام، توري لهم الخدمه اللي ولا خدام دابا، وتوري لهم العرش ديالو، الكرسي ديالو، لدرجه انه جلسهم كاع حداه، ورفع ابويه على العرش جلسهم حداه. ومنين واحد شويه راه خصو عاوتاني يكمل الخدمه ديالو، والاخوه مبهرين ومتفاجئين. واحد لقيته جا هو يجلس، منين جلس هما اش اللي داروا؟ حيت حسوا فيه، حسوا فيه انه عزيز مصر، وحسوا فيه بالهيبه، هم يسجدوا ليه كامل. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، خروا بمعنى نزلوا الى الارض سجدا، بمعنى تسجدوا ليه. واش هادي تسجدوا ليه؟ واش ما حرمش؟ لا ما حرمش، حيت قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، كان السجود من بين الامور اللي الانسان تديرها باش يبين الاحترام ديالو للناس، ومنها ان الله سبحانه وتعالى قال الملائكه اسجدوا لادم، ماشي عباده، الا احتراما، ماشي عباده. اذا اسجدوا لادم احتراما ماشي عباده. ومنها كي قلت لكم ان الاخوه حتى هما راه سجدوا ليوسف احتراما وتقديرا لا عباده. من بعد ما تبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حرم الله سبحانه وتعالى بصفه نهائيه السجود لاي شيء الا له، هو الا الله سبحانه وتعالى. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا ابتي، قال من نضوا، قال له يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل. شتي هذيك الرؤيه اللي كانت شت قبل، هاي دروك راه تحققت.
هذا تأويله، تأويله بمعنى تفسير، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي واقعا نراه. ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. الله سبحانه وتعالى راه أحسن بي إذا خرجني من السجن، ما هضر لهم كاع على الإخوة ديالو كاع. علاش؟ حيت يوسف عليه السلام راه سامح لهم، ماشي سامح لهم، عفا عنهم. الفرق بين العفو والتسامح وهو أن العفو تتنساد كاع بصفة نهائية وما تبداش تعاتب الناس. المسامحة تتعاتب وفي نفس الوقت اش تتعاود تاني تتسامح معاه. اذا المسامحه تكون فيها عتاب، علاش درتي هكا صاحبي، وحشوم عليك، علاش درتي هكا، وحنا صحاب وفي نفس الوقت تتعاتبو بواحد الطريقه زوينه. اللي تتعاتبو راه انت راه عزيز عليك. اما بالنسبه للعفو اللي استعمل هنايا يوسف عليه السلام، العفو بمعنى ان ذاك الذنب مسيحه، بمعنى اش ان هذاك الخطا صافي تمسحتيه، انت يا مسحتيه من الذاكره ديالك، انه الانسان كاع راه دارو معك. داك الشيء علاش يوسف هنايا قمه ديال التواضع ديال المسامحه وديال العفو. تقول الاب ديالو تقول له وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وما ذكر لهمش حتى السبب ديال الدخول ديالو للسجن ظلما وعدوانا، باش حيت كانت معاهم حتى زوجة عزيز مصر، باش ما يتسماش انه راه ذكر عاوتاني زوجة عزيز مصر، حتى هو حتى هي سمح لها، حتى هي عفى عليها. اذا وقد احسن بي اذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو. اذا شوف قال لهم وجاء بكم من البدو، ماشي جيتوا تطلبوني وجيتوا تتزوجوني انني نعطي لكم شي ماكله اللي تبقوا عايشين بها، لا، قال لهم وجاء بكم من البدو ومن بعد ان نزغ الشيطان بين من؟ الاخوه؟ لا، قال لك بيني وبين اخوتي. ومن بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. شوفوا درجه ديال المحبه ديالو للاخوه ديالو، هو راه نزغ الشيطان لمن؟ الاخوه. وعلاش قال لك سبق راسه؟ تواضعا واحتراما للاخوه ديالو. وقد احسن بي اذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. هو راه خصو يقول بين اخوتي وبيني، حيت راه الاخوه هو اللي نزغ لهم الشيطان، ماشي هو، بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. ان ربي لطيف، قعد المصائب كلها وقعت، قعد الابتلاءات وقعت، المهم الحمد لله راه هذا الشيء اللي كتب علينا الله سبحانه وتعالى راه فيه لطف. ان ربي لطيف، فيه لطف. المهم حتى واحد ما ماتش، حتى واحد ما ماتش، حتى واحد ما وقع عليه شي حاجه، حتى واحد ما ماتش. ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. انه هو العليم، هذا الشيء اللي وقع انتم شفتوا الحكمه ديالو، وحكيم، حكيم عليم، عارف اش اللي عاد يوقع، وعارف داكشي اللي بيوقع، وعارف اشنو اللي احسن ومزيان للانسان، وحكيم هذاك الشيء اللي تيديرو تفرضوا علينا فيه حكمه، فيه اش؟ فيه حكمه. اذا هنا يلا، هنا يا يوسف عليه السلام ترفع يديه للسماء وتقول ربي قد اتيتني من الملك، اعطيتني الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أعطيتني هذا العلم ديال تفسير وتعبير الرؤى ومن تأويل الأحاديث. يا الله يا فاطرة، فاطرة بمعنى خالقة، فاطرة السماوات والأرض، أش تطلب يا يوسف عليك السلام؟ فاطرة خالق السماوات والأرض، أنت ولي، أنت هو الولي ديالي اللي كنت دائما تنستند عليه، وكنت دائما معايا، وكنت توفقني للخير. أنت ولي، ولي الأمر ديالي يا الله، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أش تطلب يا يوسف؟ توفني مسلما. كاع هادشي كلشي وأنت نبي وتطلب من الله أنه يدير لك حسن خاتمة، أيه، توفني مسلما تواضعا لله تعالى وأمام الله سبحانه وتعالى ومحبة لله سبحانه وتعالى. كاع هادشي قالوا أش؟ يوسف عليه السلام. وحنا حنا ما كاين كاع حنايا هنايا، ما تنقولوا لا الحمد لله على نعمة الإسلام، ما تنقولوش الحمد لله الذي بعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم لكي يرينا الصراط المستقيم، ما تنقولوش الله يهدينا يا رب، يا رب يهدينا، هذا نبي،
يوسف عليه السلام وتطلب حسن الخاتمة، وحنا كاع مرة ما طاح لينا في بالنا هذه المسألة ولا نطلبه، وبالتالي خصنا نطلبه حسن الخاتمة ونشكر الله سبحانه وتعالى على جميع النعم الظاهرة والباطنة، ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا تولدنا في هذه الأمة الإسلامية اللي عزيزة على الله سبحانه وتعالى. تقول يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، بحال إلا هو راه ماشي من الصالحين، توفني مسلما وألحقني يا الله بالصالحين. في العلا والمجد كونوا شامة، واحفظوا دينا وأوطان الشيم، في محياكم براءة السنين، حبكم في كل قلب كالهرم. يقول لنا الله سبحانه وتعالى كتوجيه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تقول لنا ذلك من أنباء الغيب يا محمد، ذلك من أنباء من أخبار الغيب نوحيه إليك، فنوحي لك هذا الخبر اللي كان أن من أخبار الغيب. دروك أقول لا غيب نسبي، احنا قلناه لك وقلنا حتى الناس تاهما تعرفوه، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، ما كنتش يا محمد صلى الله عليك، عليك أفضل الصلاة والسلام، ما كنتش مع الإخوة وهم يمكرون، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، جمعوا اتفقوا أمرهم، أجمعوا أمرهم بمعنى اتفقوا على أن يرموا يوسف في البئر، إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس يا محمد، راه بزاف ديال الناس راه عادي يقراو هاد الصورة وراه ما عادش يأمنوا بك، إذا بلا ما تقلق يا محمد، ما تقلقش إلا لقيتي شي بعض الناس ما بغاوش يأمنوا بك من بعد ما شافوا هاد المعجزات الأخرى أنك جاوبتهم على هاد الأسئلة. وما أكثر الناس يا محمد، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما عادش يكونوا مؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، واخا حتى أنت يا رب ما بغيتي منهم لا أجر لا والو، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بغيتي توريهم طريق ديال الحسنات، ديال الصراط المستقيم، ديال الجنة. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، الناس بصفة عامة، بمعنى أن الرسالة الإسلامية هي عامة وعالمية لجميع الناس، اي واحد بيعترق الدين الاسلامي مرحبا به معنا، ويحاول انه يرفع لنا ويعطي قيمه ويعز هذا الاسلام، الاسلام اللي هو اصلا راه عزيز، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. اذا وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين، ذكر تذكره للناس للعالمين. وكأي من ايه، واش عرفتي يا محمد؟ راه كاين بزاف ديال الآيات ديال المعجزات في السماوات والأرض يمرون عليها الناس، تدوزوا على هاد معجزات السماء، معجزات الجبال، معجزات الحيوانات، معجزات النفس ديال الإنسان، أصلا الإنسان براسو. واش ما شفتيش كيفاش تخلقتي؟ واش ما شفتيش الحواس ديالك؟ راه معجزة أصلا، معجز أنت كلك، ترى معجز في حواسك، في النفس ديالك، في الجسد ديالك، في الاعضاء ديال كل عضو تيدير الخدمه ديالو بلا ما انت تدير ليه حتى شي حاجه. تيشوفوا كاع هاد المعجزات ومراه ما تيامنوش بالله سبحانه وتعالى.
وما وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم معرضون، ما باغيينش، معرضون لإعراض الامتناع وهم عنها معرضون. وكأي من آية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبزاف فيهم كاينين فيهم كاع اللي عادي يؤمنوا بك يا محمد، أيه، وعادي بداو تشركوا بالله سبحانه وتعالى. هما تيقول لك راه الله كاين، أيه كاين معترفين، ولكن تيقول لك راه حنايا تنعبدوا هذا الإله تقربنا لله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، تقول لك الله. إذا هذه الآلهة، هذه الأصنام لاش تعبدوها؟ تقول لك يقربون إلى الله زلفى، تقربون هذا الله. هذا هو المعنى ديال قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني شي ما داروا، شي ما داروا في يوم القيامة راه ترميهم الله سبحانه وتعالى، هما وهذوك الأصنام اللي تعبدوا اللي تشركوا بالله ترميهم في جهنم. تقول لهم الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حطب ديال جهنم، أنتم لها واردون، دخلوا لها أنتم وهذوك هذوك الحجر اللي كنتوا تعبدوا. نارا وقودها الناس والحجارة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ واش هادو أمنوا داروا الثقة في الله سبحانه وتعالى على الذنوب ديالهم ان الله سبحانه وتعالى ما يعذبهمش؟ افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب، يغشيهم يعني تغطوا بالعذاب ديال الله سبحانه وتعالى فجاه وهم لا يعلمون. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته، ولا تقوم كاع القيامه وتاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون لا يعرفون. اذا اش بغيتي تدير يا محمد؟ توجيه اخر، تقول الله سبحانه وتعالى محمد ما تقلقش وما تعصبش الى شي وحدين ما امنوش بك، ولا الى شي وحدين امنوا بك وبداو تشركوا بالله، ما تعصبش يا محمد. ايوا اش بغيتي تدير يا محمد؟ انت عليك بانك تبلغ الرساله، هدايه الارشاد، اما هدايه الاتباع راه من عند الله سبحانه وتعالى. اش بغيتي تدير؟ ادعي لله سبحانه وتعالى. إذا من بين الأمور اللي الله سبحانه وتعالى تيقولها للرسول وتيقولها لنا حتى حنا، تيقول لنا الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة بمعنى على علم، أنا اللي هو محمد ومن اتبعني اللي هما الأتباع، بمعنى حتى أنت عزيزي المشاهد وحتى أنت اللي تتشوفيني في هذا الفيديو، حتى أنت راه مسؤول على الدين الإسلامي. والدين الاسلامي راه ما تعنيش انك تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقامه الصلاه وايتاء الزكاه وحج والصيام لا، راه كذلك مسؤولين على اش؟ على الدين الاسلامي، تنشر الدين الاسلامي. اش درتي الدين الاسلامي؟ فراسكم واحد من العلماء سميتو الحسن البصري قال لك تتخيل واحد اللقطه ان الاسلام تيجي في يوم القيامه وتبدا تهز لي الدين ديال الناس وتقول لك وتقول الله سبحانه وتعالى اللهم ارحم هذا شرفني وكرمني، اللهم هذا اعزني وهذا ادلني، هذا اعزني هذا ادلني هذا اعزني. اش كانت تدير؟ تدعي الاسلام، تقول الناس خصكم تصلوا، ولا شاف شي حاجه شي منكر تنهي عليه. وبالنسبه لك انت اش اللي درتي؟ انت حاولتي تحافظي على العرض ديالك، وانت تحاول تحافظ على العرض ديالك ودرتي وتتحاولوا انكم تدعوا الدين الاسلامي. اش درتي الدين الاسلامي؟ اش درتي الدين الاسلامي؟ واش انت عايش هنا راسك؟ من نهار فاش تخلقتي عايش هنا راسك؟ راه خصك تخلي واحد البصمه في هذه الحياه، خلي شي بصمه في هذه الحياه، دير شي حاجه، ماشي تولي واحد النهار تيقول لك راه مات. اش دار؟ اش خلى؟ اشنو البصمه اللي خلى في هذه الحياه؟ ما خلى والو. كيف دخل لهذه الحياه؟ كيف خرج منها؟ ما خلى والو. حشومه، خليو بصمات ديالكم تكون زوينه في هذه الحياه ديالكم. اذا تيقول لنا الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله انا ومن اتبعني. حتى انت يا راه مسؤول على الدين الاسلامي. تقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه، بلغوا وخير ايه وحده، بلغوا. هذا راه تكليف،
تكليف، راه تكلفك الرسول صلى الله عليه وسلم، تيقول لك بلغوا، راه امر رفيع الامر، بلغوا عني عن الرسول، تشريف لنا الشرف اننا نبلغوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقولوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ايه خفيف خفف علينا الله سبحانه وتعالى. المهم ما تسماش انك انت ما تتبلغش، بلغ ولو ايه، ولو ايه. تقول لنا الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، الاتباع تاعهم خصهم يبلغوا هذا الدين الاسلامي. وتقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه، بلغوا تكليف عني تشريف ولو ايه خفيف، ادعو الى الله على بصيره على علم انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وسبحان الله، تسبح الله وتنزه على الشبيه وعلى النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وما انا من المشركين. في العلا والمجد كونوا شامة، واحفظوا دينا وأوطان الشيم، في محياكم براءة السنين، حبكم في كل قلب كالهرم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تكونوا استفدتوا استفاده كبيره من هذه الفيديوهات اللي تنشر في الفيسبوك وفي اليوتيوب، وان شاء الله تجيبوا شي نقطه تكون زوينه، الله ييسر لكم ويوفقكم. وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى، وهو باقي توجه تعطي توجيهات محمد صلى الله عليه وسلم، الحبيب ديال محمد صلى الله عليه وسلم، تيقول لي ما تقلقش ما تعصبش من المشركين ومن الكفار اللي ما بغاوش يامنوا، المهم تدير داكشي اللي عليك وبدا تدعي الى الله على بصيره. وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى وكتوجيه، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. اذا باقي الله سبحانه وتعالى تيعطي توجيهات، وباقي الله سبحانه وتعالى تبدا تقول محمد صلى الله عليه وسلم راه كنا بعثنا واحد النبي وها اللي وقع عليه، وكنا بعثنا واحد رسول وها اللي وقع عليه. اذا انت ما تقلقش، واخا حتى الاهل ديالك والقوم ديالك باغيين انهم يقتلوك، الا كانوا انت يا كاينين شي بعض الناس كفار قريش باغيين يقتلوك، ايوا طعض وشوف، هذا راه نبي خوتو باغيين يقتلوه، نبي خوتو باغيين يقتلوه. تيقول لنا الله سبحانه وتعالى وما ارسلنا قبلك يا محمد، وما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحي اليهم من اهل القرى، من اهل واحد القرى قريه من ذوك الامم اللي كانوا قبل منك. افلم يسيروا في الارض، هذا الكفار ديال قريش واش ما مشاوش في الارض فينظروا كيف كان عاقبه هذوك الناس اللي كانوا قبل منهم، كانوا اقوياء وكبار وفي نفس الوقت ماتوا، اداهم الله سبحانه وتعالى. افلم يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. إوا حاول أنك تعامل معاملة مزيانة وتمشي على الدين الإسلامي باش كل الحياة ديالك زوينة، ماشي هي الحياة ديالك بوحدها. تقول لنا الله سبحانه وتعالى ولا دار الآخرة خير للذين اتقوا، اتقوا بمعنى ابتعدوا من الذنوب. أفلا تعقلون، خدموا عقلكم وشوفوا الحاجة اللي فيدكم، اللي هو انك انت توكل على الله وتصلي، تبقى في صله مع الله باش انه يدير لك البركه في حياتك ويدير لك البركه في الاعمال ديالك اللي تدير. ما تخاصمش مع الله، افلا تعقلون، ما تخاصموش مع الله.
حتى إذا استيأس الرسل، تقول الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم، كاين شي بعض المرات الرسل تيأسوا وتقولوا أن الله سبحانه وتعالى راه ما عادش ينصرهم على القوم ديالهم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، صافرة كذبوا صافرة، ما عادش يبين الله سبحانه وتعالى أنه هو راه تيكون مع العباد ديالو مع الأنبياء، جاءهم نصرنا، جاليهم النصر ديالنا، فننجي من نشاء، تنجيو من العذاب من نشاء المؤمنين، وحتى دوك المؤمنين دوك اللي بغينا من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم، في قصص الأنبياء، قصص القرآن الكريم اللي تنقول لكم خصكم تقراوها، اللي تيقول لنا فيهم الله سبحانه وتعالى أحسن القصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول، عبرة موعظة وعبرة لاعتبار لأولي الألباب لأصحاب العقول. ما كان حديثا يفترى، هدف آخر من أهداف إنزال سورة يوسف، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني باش الهدف اللي هو التصديق أن محمد صلى الله عليه وسلم راه نبي، تصديق الذي بين يديه، عقلا على أسباب نزول سورة يوسف، قلنا إجابة على أسئلة كفار قريش، وقلنا تخفيفا على محمد صلى الله عليه وسلم في عام الحزن وتسلية له، وقلنا تصديق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإحنا وصلنا لش، وصلنا للدليل ديالها، تقول لنا الله سبحانه وتعالى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. هدف آخر من إنزال سورة يوسف أن القرآن الكريم، أن سورة يوسف تتبدأ تفصل لنا وتتبدأ تذكر لنا أشنا هي الحاجة المزيانة وأشنا هي الحاجة الخايبة، وتستفدوا منها القيم والعبر والأحكام التكليفية، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدف آخر من إنزال القرآن الكريم للهداية ورحمة لقوم يؤمنون. من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.